بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام متابعي انطلاقاتنا محبي رياضة الهجنة العربية الأصيلة، هنا نرحب بحضراتكم، نرحب بكم هنا أيضا في هذا الميدان، ميدان الخزنة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. ينطلق جوط الختام، ينطلق جوط الوداع عندما فاز الشميمي هنا بشعار بن حويرب في الزمول المحليات الأصايل. ينطلق جوط الزمول المهجنات الأصايل الذي يعتبر في مجموعة أشواطنا لصباح هذا اليوم شوطنا الثامن. على البركة نسير معنا النايف ومشغل الصباوي شاهين والدرع ومقصص ولهب وشاهين وشاهين الأسماء التي انطلقت الباحثة عن الناموس، الباحثة عن الانتظار. هنا مسافتنا لا وهي الستة كيلومترات، الستة كيلومترات هي المسافة المقررة لهذا السن. تمنياتنا لكافة المشاركين بالتوفيق هنا في هذا الانطلاق الجميل. مباشرة إلى المقدمة كالعادة كالعادة إلى صدارة هذا الشوط مع المركز الأول هنا وتحديات هذا الشوط. نفس السيناريو في شوط الزمول المحليات الأصايل، ولكن حضر الشميمي بالناموس هنا أيضا. ينطلق هذا الشوط وشعار بن حويرب وشعار بو منصور شعار بن إداء، هناك أيضا أسماء متقاربة اليوم في الزمول، أسماء متقاربة من بعضها البعض. مقصص مبارك بن مطر بن محمد بن حويرب المنصوري من يقود هذا الشوط على الصدارة الأولى. عن نقلة إلى المركز الثاني بلقى الدرع أحمد بن غانم بن علي بن إداء المنصوري اللي احتل المركز الثاني في هذه اللحظات، بينما أخذ المركز الثالث القادم هناك مشغل محمد بن سالم بن فاضل على اكتبي ضيف قادم إلى هذا الميدان للمشاركة في أرضية ميدان الخزنة. انتقل إلى المركز الرابع، الوصول والتقدم في هذه اللحظات من الصباوي سالم بن علي بن حمد بن إداء المنصوري، والمركز الرابع القادم هنا أيضا في هذه اللحظات شاهين سالم بن علي بن حمد بن إداء المنصوري اللي احتل المركز الرابع. المركز الخامس هناك أيضا شعار بو خليفة، والمركز السادس هناك أيضا القادم في هذه اللحظات من النايف. هذا النايف نايف وقدرك نايف، كل العرب ترباب خيط بن حمد بن سالم البلوشي. يا سلام يا سلام يا سلام، تحديات مميزة وانطلاقات جميلة هناك أيضا تعلن انطلاقاتها وتحدياتها هنا أيضا بهذه الإثارة المميزة هنا في هذا الشوط وفي هذا المسار. على البداية وين والصدارة وين والمقدمة هنا؟ الله، شوط الختام يا أهل الزمول يا أهل الزمول، شوط الختام شوط الوداع هنا. من سيغلق الستار لانطلاقة صباح هذا اليوم في هذا الشوط؟ الله، ياهو تحدي، ياه انطلاقات مميزة هنا، انطلاقات جميلة دائما هناك أيضا يأتي بها هذا الميدان، ميدان الخزنة هنا، ميدان الخزنة ميدان جميل ومميز هنا يشهد قمة التنافس والتحديات الشريفة والمميزة هنا في هذا الانطلاق. ودائما انطلاقاتنا مميزة هنا في ميدان منبع الأصايل، حيث دائما يظهر الأصايل. مقصص على المقدمة الأولى، مقصوص مقصص، طماع ما يكفيه ناموس ولا ناموسين بو عامر، طماع يبغي أشواط الزمول هنا في نصيبه، في نصيبه هنا بهذا الانطلاق. المركز الثاني يا أبو منصور يا أبو منصور، الله عندك يا أبو منصور. كانه 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 الدرع هنا في زود، في زود هنا أيضا في هذا المسار، نقطة بنقطة هنا أيضا في هذا المسار.
خذ لك شوت وروح يا ابو منصور هنا في هذا الانطلاق. لا تخلي بن حويري بيروح، لا تخلي بن حويري بيروح هنا مع الشميمي ومع هنا مقصص هنا في هذا المسار الجميل وتحديات هذا الانطلاق. حد تشوف يا ابو غنيم واصل، حد تشوف يا ابو غنيم يقول لي بعيد بعيد ومقصص شنة، راح مقصص هنا، خلى مسافة مسافة. وين ترشيحك يا مديرنا؟ وين وين الترشيح يا ابو سعيد؟ يا ابو سعيد وين الترشيح؟ هنا هناك ايضا يقول الترشيح خطير بعد ما ياكم ما ياكم ترشيحي هنا المراكز الخلفية في هذا الشوط، ولكن ما ظني ما ظني عقب هذا الاثنين عقب هذا الاثنين والله انها خطير خطيرين هنا ايضا. نبغي ترشيح ما بين الاثنين شوي. هناك ايضا يقول عند مقصص ابو سعيد، يقول عند مقصص هنا سلاله جميله قديمه قديمه، هناك ايضا تفرض وجودها في هذا الشوط وفي هذا المسار الجميل والتحديات المميزه هنا. وين محللنا الكبير؟ عنده موجود ويتسمع ولا راح هنا في هذا المسار الجميل؟ بوزاع هناك ايضا مطلوب الترشيح، يقول عند بن حويرب هنا في هذا الانطلاق وفي هذا المسار الجميل. ما حد رشح ابو منصور، ما حد رشح ابو منصور هنا في هذا الانطلاق الجميل، ولكن يقول هذا جديدي في هذا الانطلاق. خلي ييب بن حويرب الشميمي ومقصص في هذا الشوط هنا. يقول وين؟ يقول راعي الحصان، راعي الحصان يقول عند 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 بن حويرب ولا لا لا، يقول خليني عند بن إيداه، خليني عند بن إيداه خليفة بن حمد العول. يقول ما رشح مقصص، ما رشح لو اثنين ما رشح هنا في هذا الانطلاق. ترشيحي عند ايضا عند ابو منصور على المقدمة، راح ابو منصور يا ابو عامر يا ابو عامر. الجماعة هناك ايضا هنا في هذا الشوط يترقبوا لك يترقبوا لك ابو منصور هنا في هذا المسار. وصارت حوارات، صارت حوارات خاصة في جروب خاص هناك ايضا عن مقصص في هذا المسار الجميل والتحديات المثيرة والانطلاقات. روح يا ابو منصور، روح روح يا ابو منصور، روح هنا في هذا الانطلاق الجميل. سلامي عليك يا ابو منصور، سلامي عليك يا رعم صيحة، يا رعم صيحة والله، ويا به الناموس الدرع الدرع الدرع. ومشكور مشكور يا ابو العول على هذا الترشيح الجميل على الصدارة الأولى. سلامي عليك يا الدرع، سلام. 1200 عن خط النهاية 1200. الله عصاف الابطان مرفوق اليوم ابو منصور، ابو منصور اليوم مرفوق عن الضرب الدرع، مرفوق عن الضرب الدرع، مرفقين عليه اللجنة كافة عن الضرب هنا في هذا المسار. ماشي حوله ماشي حوله ومجبل علينا شارت ابو خالد الله يحفظه هنا في هذا المسار. يا سلام يا سلام يا سلام. يقول ابو منصور اليوم فحمه، اليوم فحمه هنا في هذا الانطلاق الجميل والتحديات المثيره. 800 متر الاخيره والخطيره. اشوف حد قادم، حد اشوف قادم هنا ايضا. وايق ابو غنيم هنا يقول لي ما حد قادم الا الدرع على المقدمه، راح بكيمرته وراح مع المحللين والمشجعين وايضا مرشحين. وانا مرشحنا الدرع منذ البدايه، مرشحنا هناك ايضا الدرع صاحب نقاط جميله، خلاص مرافقين عليه يا ابو منصور. هناك ايضا لا تضيع الرفقه هنا ايضا في هذا المسار الجميل. يقول ابقي فحم شوي، خله ينسب هنا، ويبغي التوقيت بعدي، يبغي التوقيت هنا في هذا المسار. سلام سلام يا الخزنة، سلام سلامي عليك يا الخزنة هنا في هذا المسار. هذا هو الدرع أحمد بن غانم بن علي بن إيداه المنصوري. تهانينا والناموس على هذا الفوز، فوز الدرع هنا واختطاف بناموس هذا الشوط. لحظات وصوله وعبوره إلى خط النهاية حيث قام راس وانهى الشوط راس هنا في شوط الزمول المهجنات الأصايل في هذا الانطلاق الجميل والتحديات المثيرة في هذا
المسار لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية. تهانينا وسلام إلى الخزنة، سلام سلام على هذا الفوز، فوز الدرع أحمد بن غانم بن علي بن إداه المنصوري. المركز الثاني، المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام، هنا أيضا مقصص بارك بن مطر بن محمد الحويري بن منصوري يحتل المركز الثاني. المركز الثالث مشغل، هنا أيضا محمد بن سالم بن فاضل علي كتبي اللي احتل المركز الثالث. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام سباقنا لهذا اليوم، شكرا لجميع اللجان، شكرا للسيد ساري بن محمد بكراس علم هيدي المنظم الدائم في هذا الميدان، شكرا لطاقم العمل هنا ايضا وجميع اللجان، وايضا ناموسنا لكافه الفائزين في هذا الصباح، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.